السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع أنقل فيه ردودا على أبرز الشبهات حول التاريخ الإسلامي، وبالتحديد حول الفتوحات الإسلامية، وكيف عامل المسلمون رعاياهم من غير المسلمين، وكيف كان الحكم الإسلامي في حقهم. وهنا ننقل اقتباسات أوردها الدكتور منقذ السقار وفقه الله في صفحته على الفيسبوك، وهي اقتباسات غنية وثمينة من عدة كتب ولعدة مؤرخين غربيين. نبدأ مع كتاب حضارة العرب لغوستاف لوبون، هو كتاب شهير، La civilisation arabe. يقول هنا: وأثقل الحكم الروماني كاهل مصر وإفريقيا، وكانت القسطنطينية تستغل شعوبها من غير أن تحسن سياستهما، وكانت الاختلافات الدينية ومظالم الحكام تقوض دعائمهما، ولم تكن أوروبا أحسن حالا، فكان الحكم في إسبانيا التي ستصبح مقرا لدولة زاهرة تحت الحكم العربي بيد القوط المسيحيين الذين لم يستطيعوا أن يتمدنوا، والذين أكلتهم الانقسامات الدينية فاستغاثوا بقيصر الروم، فلم يعتم حلفاؤهم أن صاروا أعداء تجب محاربتهم، وفقدت روما الإيطالية نفوذها القديم، وأصبح الاسم الروماني محتقرا في كل مكان، وصار البرابرة يتناوبون السيطرة عليها. فإذا هنا يعني يتكلم عن الظلم والجور الذي كانت تمارسه الحكومات غير المسلمة في وقت الفتوحات الإسلامية، سواء كان في شرق أوروبا أو شمال أفريقيا أو غرب أوروبا أيضا. هنا مع كتاب الحضارة الإسلامية آدم ميتس يقول: بل كان وجود النصارى بين المسلمين سببا لظهور مبادئ التسامح التي ينادي بها المصلحون المحدثون، وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق مما أوجد من أول الأمر نوعا من التسامح الذي لم يكن معروفا في أوروبا في العصور الوسطى. فإذا التسامح الذي أظهره المسلمون في حق محكوميهم من غير المسلمين كان غير مسبوق في أي مكان آخر في العالم، ولم يعرفه حتى الأوروبيون الذين كانوا يضطهدون المسيحيين المخالفين للكنيسة في ذلك الوقت، ولم يسمحوا أو لم يكونوا أبدا متسامحين مع غير المسلمين، بينما أظهر المسلمون التسامح مع رعاياهم من غير المسلمين، خاصة أهل الكتاب النصارى واليهود. هنا مع اقتباس من كتاب الدعوة إلى الإسلام الشهير للسير توماس أرنولد، يقول فيه، يتكلم هنا طبعا عن التسامح الديني الذي ظهر في حكم الأتراك العثمانيين: قد جعلهم التسامح الديني الذي رخص لهم وما تمتعوا به من حماية لحياتهم وأموالهم، طبعا هنا يتكلم عن الرعاية غير المسلمين من الإغريق الشرق أوروبيين، جعلهم ذلك يسرعون في الموافقة على تغيير سادتهم، أي أن يؤثروا الحكم أو إيثار وإيثار سيادة السلطان على سيادة أي سلطة مسيحية، فضلوا أن يحكموا من قبل المسلمين على أن يحكموا من قبل أبناء دينهم من المسيحيين. وكان الغزاة العثمانيون في بقاع كثيرة من المملكة يلقون ترحيبا من جانب الإغريق ويعيدونهم مخلصين لهم من الحكم الظالم المستبد، حكم الفرنجة وأهل البندقية الذين طال نزاعهم مع بيزنطة حول ملكية البلوبونيز وبعض الجهات المجاورة لبلاد اليونان، فقد صيروا الشعب في حالة من العبودية يرثى لها. فإذا الفتوحات الإسلامية والحكم الإسلامي حرر تلك الشعوب من حكامهم النصارى الظالمين الجائرين بإدخالهم طبعا نظام الإقطاع في اليونان، كما كانوا مكروهين من رعاياهم لاختلافهم عنهم في اللغة والجنس والعقيدة إلى ما هنالك. طيب، فإذا هنا آثروا، يعني ننظر إلى الجملة الأخيرة، آثروا التركي الكافر، يعني بنظر المسيحي التركي يعني المسلم يعني يعتبر كافرا، آثروا التركي الكافر على الكاثوليك الهراطقة إثارا مطلقا، فضلوا أن يحكموا من المسلمين بسبب عدل المسلمين وحسن معاملتهم
وبسبب تسامحهم فضلوا أن يحكموا من قبل المسلمين على أن يحكموا من قبل المسيحيين الكاثوليك. هنا ينقل لنا ألفريد باتلر في كتابه فتح العرب صورة المسلمين في نظر الشعب المصري القبطي في ذلك الوقت بعد أن دخل المسلمون وفتحوا مصر. ويبين هنا سأحاول أن أوجز في آخر جملة يعني هو المعلمة بالأخضر سبحان الله. فرأوا في مجيء المسلمين نازلة أرسلها الله لينتقم لهم بها من ظالميهم. فإذا الحكم الرومي البيزنطي كان حكما جائرا وظالما في نظر شعب مصر، فعندما جاء المسلمون رأوهم أنهم مخلصين حرروهم من حكم يعني بيزنطة من حكم الروم، وهم أيضا مسيحيون ولكنهم كانوا من مذهب مختلف عن مذهب الأقباط. أيضا مع اقتباس من كتاب الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد يقول فيه: فإن المعاملة التي أظهرها الأباطرة العثمانيون للرعايا المسيحيين على الأقل بعد أن غزوا بلاد اليونان بقرنين لتدل على تسامح لم يكن مثله في حتى ذلك الوقت معروفا في سائر أوروبا. وأن أصحاب كالفن، صاحب طبعا المذهب الكالفيني البروتستانتي في المجر وترانسلفانيا، وأصحاب مذهب التوحيد يونيتاريانز الذين كانوا ينكرون التثليث من المسيحيين الذين كانوا في ترانسلفانيا، طالما آثروا الخضوع للأتراك على الوقوع في أيدي أسرة هابسبورغ المتعصبة. ونظر البروتستانت في سيليزيا إلى تركيا بعيون الرغبة، وتمنوا بسرور أن يشتروا الحرية الدينية بالخضوع للحكم الإسلامي. فإذا يعني الأقليات غير الكاثوليكية من المسيحيين من البروتستانت والمذهب الموحدين وغيرهم كانوا يتوقون إلى أن يحكموا من قبل العثمانيين كي يتمتعوا بالحرية الدينية. وحدث أن هرب اليهود الإسبانيون المضطهدون في جموع هائلة فلم يلجأوا إلا إلى تركيا إلى بلاد العثمانيين في نهاية القرن الخامس عشر. كذلك نرى القوازق الكوساكس الذين ينتمون إلى فرقة المؤمنين القدماء All Believers الذين اضطهدتهم كنيسة الدولة الروسية، قد وجدوا من التسامح في ممالك السلطان ما أنكره عليهم إخوانهم في المسيحية. فإذا هذا اقتباس يعني قيم جدا يؤكد ويعني يثبت التسامح الذي لم يكن هناك أي شبيه أو مثيل له في أوروبا عند المسيحيين، التسامح الذي أظهره الحكام المسلمون مع رعاياهم من غير المسلمين. انظر معي إلى هذا الاقتباس لبودلي في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: وحيثما توجه الإسلام غب موت محمد أو بعد وفاة سيد محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجعل البلاد المفتوحة إقطاعيات، ولم يستغل موارد البلاد لصالح المسلمين، فلم يتبع طريقة الرجل الأبيض الاستعماري طبعا في إنقاذ المتخلفين القاطنين بقاعا تدر عليه أضعاف المكافأة التي يستحقها، بل على النقيض من ذلك فإن المسلمين لم يعرفوا شيئا كثيرا عن الأراضي التي كانوا ينتشرون فوقها وما يمكن أن تغله لهم. إنهم قد انتفعوا طبعا بكل ما وجدوه، ولكن كان ذلك بالتضامن، والسكان أصحاب البلاد الذين كانوا يتحولون عادة إلى مسلمين، فكانوا بذلك يصبحون حلفاء وإخوانا. وإن خير دليل على العلاقة الطيبة السلمية بين المسلمين وأصحاب البلاد المفتوحة أن جميع هذه البلاد ما عدا إسبانيا ظلت أمينة للإسلام من القرن السابع إلى الرابع عشر. طبعا ما عدا إسبانيا، لأن الإسبان المسيحيين عندما دخلوا إلى الأندلس وطردوا المسلمين منها فإنهم اضطهدوا المسلمين وأجبروهم على التنصر، ومن أبى أن يتنصر فكان مصيره إما أن ينفى من إسبانيا أو أن يعذب ويقتل، وهذا ما وثقه التاريخ. أيضا اقتباس من كتاب تاريخ العرب لفيليب حتي المؤرخ المعروف، وقد رحب سكان البلاد الساميون في سوريا وفلسطين والحاميون في مصر بالعرب واعتبروهم أقرب نسبا إليهم من حكامهم الأغراب الطغاة،
وفضلا عن ذلك، طبعا يقصد الروم، وفضلا عن ذلك فالجزية التي فرضها الفاتحون كانت أقل من التي جباها سابقوهم من الروم طبعا، في حين سمح المسلمون للمغلوبين على أمرهم بممارسة دينهم بحرية أوسع وطمأنينة أكبر. وهكذا استيقظ الشرق السامي من سباته الطويل وامتلك روعه بعد رضوخه للغرب الأوروبي مدة 1000 سنة ولا غرو، فقد كان العرب عنصرا غضا ملتهبا بالحماسة ومتشربا روح الفتح والانتصار ومستخفا بالموت، طبعا كانوا يعني لا يخافون الموت، بدافع إيمانه الجديد. أيضا يقول فيليب حتي: وقد تمتع أهل الذمة في هذا الوضع بقسط وافر من الحرية لقاء تأديتهم الجزية والخراج، وكان طبعا أقل بكثير من الضرائب التي كانوا يدفعونها إلى الرومان، وهذا ما أورده حتي في الاقتباس السابق، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. فكانوا يرجعون في قضاياهم المدنية والجزائية إلى رؤسائهم الروحانيين أو الروحيين. سبحان الله، هذا استكمال لاقتباس في تاريخ العرب لفيليب حتي. وهنا أيضا مع اقتباس قيم لويليام مونتغومري وات المستشرق الاسكتلندي المعروف في كتابه فضل الإسلام على الحضارة الغربية، يقول هنا: وبذا أصبح الذميون جماعات يدين أفراد كل جماعة بدين واحد لهم استقلال ذاتي داخلي، ويتبعون رئيسهم الديني البطريرك أو الحاخام، وفرضت على هؤلاء الجزية يدفعونها عن كل فرد منهم إلى الوالي المسلم لقطرهم، كما فرض عليهم دفع مبالغ أخرى مختلفة وفق ما تنص عليه شروط العهود والاتفاقات المبرمة مع جماعاتهم، وقد كان ما يدفعونه أحيانا أقل مما كانوا يدفعونه في ظل حكامهم السابقين، كما أن الدولة الإسلامية كانت تعتبر أمر حمايتهم حماية فعالة واجبا من أقدس واجباتها. طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بحماية أهل الذمة، ونهانا نهيا تاما عن أذيتهم وسوء معاملتهم. ويمكن القول بوجه عام إن وضع أهل الذمة لم يكن بالوضع السيء، وإن حرموا من أمور معينة، ذلك أنه لم يسمح لهم بالانخراط في سلك الجند، هذا طبعا كان يتفاوت، كان أحيانا يسمح لهم وأحيانا لا يسمح لهم، إلا أن الأصل هو أن لا يسمح لهم، وكانت الجزية هي مقابل حماية يعني، وكأنها إعفاء من العسكرية أو الجندية، أو الزواج من المسلمات طبعا، لأنه من المحرم أن تتزوج المسلمة غير مسلم، إلى ما هنالك. أيضا عودة إلى كتاب حضارة العرب جوستاف لوبون، دكتور المؤرخ والطبيب الفرنسي، وقال فيها هنا: وكانت أخلاق العرب في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا من أخلاق أمم الأرض قاطبة، ولا سيما الأمم النصرانية، وكان عدلهم واعتدالهم ورأفتهم وتسامحهم نحو الأمم المغلوبة ووفاؤهم بعهودهم ونبل طباعهم مما يستوقف النظر ويناقض سلوك الأمم الأخرى، ولا سيما الأمم الأوروبية أيام الحروب الصليبية. ولو صح أن يكون للأديان ما يعزى إليها من التأثير لوجب أن نقول إن القرآن أفضل من الإنجيل، ما بدت أمم الإسلام أسمى أخلاقا من أمم النصرانية فيما مضى، ولكن ما قلناه من استقلال الأديان على الأخلاق يدل على انتفاء صحة هذا الاستنتاج، فأخلاق المسلمين كأخلاق النصارى اختلفت باختلاف العوامل المذكورة صعودا وهبوطا. طبعا يعني هذا من وجهة نظر جوستاف لوبون، لأنه كانت لديه فلسفة معينة في قراءة التاريخ، ولكن هذه الشهادة شهادة قوية للمسلمين من حيث أخلاقهم، من حيث أخلاقهم وتعاملهم مع غير المسلمين. هنا مع اقتباس للمعاصرة كارين أرمسترونغ في كتابها حقول الدم، تقول فيه: ولكنه من الخطأ أن نظن أن الإسلام دين يتسم بالعنف أو التعصب في جوهره على نحو ما يقول به البعض أحيانا، بل إن الإسلام دين عالمي ولا يتصف بأي سمات عدوانية شرقية أو معادية للغرب. والواقع أنه عندما التقى المسلمون لأول مرة بالغرب الاستعماري إبان القرن 18 بهر الكثيرون منهم بحضارته الحديثة وحاولوا محاكاتها، ولكن الحماس المبدئي قد زال في السنوات الأخيرة وحل محله استياء مرير. وينبغي أن نتذكر أيضا أن الأصولية قد ظهرت في معظم الأديان، ويبدو أن استجابة على نطاق العالم بأسره
اللون الخاص من الحياة في أواخر القرن العشرين، قد خرج الهندوسيون الأصوليون إلى الشوارع للدفاع عن نظام الطبقات أو الطوائف الاجتماعية ومعارضة مسلمي الهند، كما بدأ اليهود الأصوليون في إقامة مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية. هنا مع اقتباس أخير كي لا أطيل عليكم، وقد أطلت بالفعل المدة، ولكن سأقرأ هذا الاقتباس. هناك اقتباسات كثيرة بالآلاف، هذا الاقتباس الأخير من كتاب قصة الحضارة أو The Story of Civilization لويل ديورانت، وهو من عدة مجلدات. يقول فيه: ولقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام. لقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير، يعني من $4.75 إلى $19 أمريكيا. في فترة ديورانت ويل ديورانت طبعا كانت قيمة الدولار أقل، ربما هي الآن أكثر، ولكن في تقدير يعني التقدير المعاصر لا تتجاوز $100 أو حوالي $200 بالنسبة لقيمة الدولار في أيامنا هذا، كما قدرها ويل ديورانت في وقته وفي زمانه في أوائل القرن العشرين. طبعا نستكمل: ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ والأرقاء والشيوخ والعجزة والعمي والشديد الفقر، وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية، أو إن شئت فقل لا يقبلون فيها، ولا تفرض عليهم الزكاة، فإذا المسلمون يدفعون الزكاة، وهي تفوق بأضعاف في بعض الحالات ما يدفعه غير المسلمين الذكور القادرين على حمل السلاح من الجزية، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم، ولم تكن تقبل شهادتهم في المحاكم الإسلامية، ولكنهم كانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه أو يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم إلى آخره. نهاية هذه الاقتباسات. طبعا هناك الكثير من الاقتباسات الأخرى، هذه مجرد قطرة من بحر، وهنا طبعا نحن نقلنا اقتباسات لمؤرخين غير مسلمين يشهدون لعدالة الإسلام وتسامح الإسلام والمسلمين. وطبعا نؤكد هنا أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ ناصع البياض، فيه نقاط سوداء طبعا هي أخطاء بشرية لا يتحملها الإسلام، فالإسلام دين كامل ولكن المسلمين بشر، ولكنهم عندما حكموا بالإسلام وطبقوا الإسلام أقاموا العدل وظهر التسامح، وكان جميع رعايا الدولة الإسلامية في على مدى القرون الطويلة ينعمون بالازدهار والأمن، ويعني كل ما يطمح إليه مواطن في أيامنا هذه من الأمن والازدهار والسعادة والرخاء. هذا وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. أعذروني على الإطالة، ولكن هناك الكثير مما كنت أيضا أود أن أورده في هذا المقام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.